السلام عليكم، رجعنا لكم في فيديو جديد على قناة الصيدلي دكتور محمود قريطم. في القناة دي بعد المشاكل اللي اتكلمت في فيديو السابق عنها، المشاكل التقنية، النهاردة رجعنا لكم في فيديو جديد عن منتج متميز ومنتج فعال بيستخدم كبديل الكبسولات لتغذية وتقوية بصيلات الشعر وعلاج الأنيميا وعلاج تساقط الشعر والتغلب على الدوخة والضعف العام والإرهاق ومؤول جهاز المناعة في أكياس بطعم الفانيليا. بديل الكبسولات خفيفة على المعدة بخلاصة مواد طبيعية، بخلاصة الحديد والزنك والبيوتين، العناصر المغذية للبشرة والشعر. النهاردة هنتكلم على أكياس فيتونكس. فيتونكس أكياس من الأكياس المتميزة جدا اللي بتحتوي على مكونات كلها طبيعية، وبتحتوي على فيتامينات زي الحديد وزي كمان حمض الفوليك وزي فيتامين سي وزي الزنك وزي البيوتين وزي فيتامين بي 1 وبي 2 وبي 6 وبي 12، وكلها حاجات بتساعد على تغذية بصيلات الشعر وعلاج تساقط الشعر وبتساعد على علاج الأنيميا والتغلب على الدوخة والضعف العام والإرهاق وتقوية جهاز المناعة وفي نفس الوقت نضارة وحيوية البشرة. الأكياس دي زي ما قلنا في أول فيديو أكياس جميلة جدا، أكياس بطعم الفانيليا وخفيفة على المعدة. الأكياس دي بتستخدم للأطفال والكبار بأمان تام. للأطفال من عمر 6 سنوات كيس على ربع أو نص كوباية مية أو عصير أو لبن مرة واحدة في اليوم بعد الفطار، وللكبار باخد الكيس وحطه كيس أحطه على نص كوباية مية أو لبن أو عصير مرتين في اليوم، مرة بعد الفطار ومرة بعد العشاء، وبيتم الاستمرار على الأكياس دي من شهر لشهرين، بيجيب نتائج كويسة جدا. لو انت بتعاني من مشاكل الانيميا مش محتاجة خلاص تاخدي علاج الانيميا، خلاص معاك الفيتونكس في حديد كمان في نفس الوقت بيعالج تساقط الشعر نتيجة وجود الزنك والبيوتين والحديد والفوليك اسيد وفيتامين ب مركب، كمان بيساعد على نضارة وحيوية البشرة، كمان مقوي لجهاز المناعة وبتغلب على الضعف والإرهاق العام. العبوة 14 كيس عاملة 54 جنيه، ودي متوفرة في جميع الصيدليات بأول وأحدث منتج بيستخدم كأكياس لتغذية الشعر بديل الكبسولات. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتم. سلام عليكم.